السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حصه جديده على قناه جيل دي زاد. انا كاميليا وانا رانيا. الو رانيا، كيفاش راكي؟ صافا، وانت راكي مليحه؟ صافا الحمد لله. الو، في رايك كي تشوفي هكذا، في رايك وشنو هذا؟ شوفي انا في رايي مازال ما عرفتش شنو، مي حاجه اللي محيرتني داك الكاس الفارغ علاه. هذيك كيلا فارغه ولا ما فهمتش؟ هذه هي لداخل، انت ما كيش تشوفيها، وكاين هذيك فارينه لداخل، انت ما كيش تشوفي. شفتي دونك مشاهدينا الكرام، كيما عودتكم دائما نجيب لكم اطباق مالحه يعني جديده نوع لكم فيهم وبنينة. اليوم خاصه، واليوم جيت نجيب لكم حاجه يعني خفيفه. اوكي كيما انت يا خفيفه. خفيفه ونعرفوها كامل، اللي هي الكارنطيطه. نحبوها كامل. الكارنطيطه واش نسحقوا ليها؟ نسحقوا، تشوفي هذا الكاس الفارغ، هذا هو اللي راني حنعبر به. دونك حنسحقوا 3 كيلات تاع الكارنطيطه، يعني البودغ دو بوا شيش. اوكي حنسحقوا هنايا، معليش تما بديت هكذا، بديت من الاخر. ومعاك هنا نسحقوا الفرماج، نسحقوا الملح، نسحقوا زوج حبات بيض، نسحقوا نص كيلو تاع هذا، نصو تاع الزيت، 3 كيلو نص لتر تاع الحليب. اوكي و 3 كيلات تاع الماء. اوكي دونك نعاود لك طون بورطون الماء والبودغ دو بواشيش، طون بورطون 3 كيلات 3 كيلات فرماج، الملح زوج حبات بيض، نص كاس تاع نص كيلو تاع الزيت، نص كيلو تاع هذا، و 500 غرام تاع الحليب وبيان سور كمون. كمون حاجه امبورطون. كارن بلا كمون؟ اعطي لي لو بول. ماشي كارن، نجيب انايا لو فوي. داكور، نجيبي نخدم هنايا 3 كيلات. نبداو ب 3 كيلات نبداو بودغ دو بوا شيش. رانيا اشكري الكارنطيطه تاعي كامل. يدير واحد الكارنطيطه، اسني نجي منها باش نخليك تخدمي اليز. كامل يدير واحد الكارنطيطه، جامي في حياتي ما دخلت كارنطيطه كيما هي، وجامي مش تعرف كيفاش ديرها. جامي. هاي ليك صحت لك اليوم الفرصه باش تشوفيني. انا علاش جبت كامليا معايا هنا القناه جيل دي زاد؟ باش نشوف كامل الوصفات تاعها، باسكو قلت لكم صباح السر دائما تخدم لي غوسيت وحدها في الكوزينه، جبتها معايا باش كل وصفه ديرها تشوفيها تسجلها في راسي. هيا خلاص 3 كيلات، ويعني ما ماني نشوفهم دوكا لي غوسيت، بصح ما نخليك انت ديريهم باش تغلي من ديك البنه تاعها. اكزاكتومون الحلاوه تاع يدك. هاي ليك 3 كيلات بومبي. لا شوفي مش اوكي. هاي ليك 3 كيلات هدايا، سي بون. اوكي اعطي لي مغرفه ملعقه، ندير الكمون والملح. تبعوني هنايا مشاهدينا الكرام، هاد لي زيتاب لازم يتبعوهم وحده بوحده، باسكو دوك نفهمكم علاش. تما ندير البودغ دو بواشيش نيميرو 1 هي الاولى، موراها نزيد الملح، نزيد هكذا الملح. يعني هاد لي زيتاب لازم يحترموهم، ماشي زعما يديروا بودغ دو بواشيش معاك الحليب ومعاك البيض، لا يعني سبحان الله هكذا سر تاع حفله فيها هاد الحكمه. كشغل لازم تتبع المقادير وحده مر وحده، كيما راني ندير. معناتها هنا نديروا بيان الكمون باش ساسون بيان، هو ليليمون فار تاع لا روسيت. هاكي رجعيها. تعرفي حكايه الكانن؟ لا تعرفيها؟ نتمنى نخدمها وانت احكيها. وانا نحكي لك الحكايه. شوفي نخلط ابخي شاك اجون، كل حاجه نديرها نخلطها. خلطت هنايا 3 كيلات مع الملح مع كمون. الكمون وخلط لي زانغريديون، يعني نيميرو 2 اللي راهم رايحين يجوني دوكا هما البيض. نكسر الحبه الاولى. بون انا كسرت في هذه برك باش نتاكد باللي هاد الحبه بيض تاعي مليحه، ماشي زعما دائما لازم نكونوا حنكسروا البيض، نكسروهم دائما في حاجه ابار. لو كان بالك وحده تكون فاسده ولا نزيدوها من الفوق تروح لنا كلشي. ونزيد الحبه بيض الدوزيام ونخلط توجور. شوفي هنايا تاني هاد الكارنطيطه فيها بزاف انا نحبها. شوفي كي نكون نخدمها باغامو، باسكو ما عباليش علاش نحس بلي الكارنطيطه تاعك ماشي تاعي، يعني تاعي في الدار انا نطيبها. لا على بالي في الدار عندنا كل واحد عنده مهمه خاصه تاعو. كاميليا سي كارنطيطه. انت لي طاخت؟ انا عندي بزاف يعني كومون. انت معروفه عندك لي طاخت وليكيش
ليكيش ليكيش شغل ليكيش تاعي لو كان واحد اخر يدير ليكيش انا نزعف. ما كاينش ديجا ما كاينش واحد اخر يدير ليكيش كاين غير رانيا زعما هكذا كي في الدار نقولوا نقولوا نديروا غدوه ان شاء الله غارنطيطه سونسيتي لي نو باينه ديريكتومون انا غدوه نديروا ليكيش مولات ليكيش تنوض تروح دير ليكيش تاعها وساره دير البيتزا ساره بيتزا لي رافيولي لي لازان هاملي شوفي كيفاش جات هاد القوام اللي تحصلنا عليه جاتنا هكذا دوكا واش نزيد نزيد الزيت ثم البيض موراه الزيت نزيد نص كيلو نص كاس زيدي شنو قلت لك تعرفي قلت لي ما تعرفيش الحكايه تاع الكارونطيطه زيدي لي الزيت زيتون راه زيت زيتون نزيدو فيه نزيدو قطره هذا هذا اوكي هاكي قطره قلت لك تعرفي الاصل تاعها منين مو وهران من وهران سمعك شغل سرقتي لي هذيك دقيقه طبيه تاعي وحدي انا معلومه زدت لها تاريخيه شويه زيت زيتون و فرغت اعطي لي اون سبا هذيك باش نعاود نحبط كامل هدايا لي نسيت هذا لي ما هاوليك تاع البيض من قلت لك في خليها باسكو نسحقها ونخلط توجور ابري شاك جو نخلطو حاجه برك سمحي لي رانيا قبل ما تحكي لنا الحكايه كي يشوفوها هكذا يقولوا حتي كارونطيطه قولي دوك نزيد لها الماء ونقعد نعجن فيها اه شوفي كيفاش راهي هذا هو هكذا تجي هكذا وكملي تكره هذا اه انا جيت حنحبطو انا نحبطو ومن بعد نزيد نص لتر تاع الحليب باش اني باش تحكي لنا الحكايه قبل تما انا دوك حنحبط هدايا وموراها نزيد الحليب وحكي بون الحكايه اللي نعرفها انايا يقولوا بلي كانوا الجنود في حكيتيها لي لا حكيتيها لي انتيا تحكيها شوفي داك الشيء اللي عرفوهاش واقيلا يعرفوها واقيلا واحد الناس من الغرب ولا ما يشوفوا فينا كي شافي عليها راني شافيه ولا راني شافيه فرد فجائي احكيها لي دوك لا لا باش نسرق لك الاخر لا فيدات حكيها انتيا قلت لكم الحكايه تاع الكرانطيطا يقولوا بلي كانوا الجنود في الغرب كانوا في الجبل وكانوا محاصرينهم العدو هذاك المستعمر كانوا محاصرينهم اللي كانوا كامل يا هذوك اللي كانوا في الجبل ما باش اسكو سي دي زاجريون ولا دي اسبانيول دي اسبانيول اذا ما واش كتبني ربي سي تي دي اسبانيول اللي كانوا في وهران ولا دي زاجريون باش هكذا باش ما نغلطش في الحكايه وخلاص لهم المؤونه واش ياكلوا كانوا محاصرينهم وما كاش كيفاش يحطوا لا فيل باش يقضوا ما لقاوش كاع ما عندهم حتى حاجه يعني فريناني يعني قعدهم شويه حليب قعدت لهم البواشيش الحميصه ما عرفوش واش يطيبوا بها يعني الحليب والماء والحميصه ما عرفوش واش يديروا حكموا الحميصه رحاوها خلطوا لها الماء خلطوا لها الحليب خلاص ما قدروش حيموتوا الماء الحليب خلطوها داروها يعني هذاك الطباخ تاعهم اللي كان مستكلف بالطياب تاعهم خلطها هذا كيما راكي ديري خلط ودارها في الفوق غير باش ياكلوها باش يقوتوا روحهم كي كلوها عجبتهم ولاو يعتمدوا هذيك الوصفه دائما حتى خلصت لهم وتحرروا وراحوا ولاو هذه الوصفه دائما يطيبوها وياكلوها ولا الطبق معروف في الغرب الجزائري ولات يعني شوفي الوصفه انتقلت من جيل لجيل لجيل انتقلت حتى وصلت لنا لينا هي دوك بالك هذه الحكايه عندها كاش ملايين السنين وكامل يدوك اللي تقولنا الكارونطيطه تاعها شوفوا يعني الحكايه كيفاش الناس ميتين في البرد في الجبل كامل يد تحس الكارونطيطه تاعها شوفوا معكين طيبها ما تاكليش شوفوا كيفاش راهي يعني راهو الخليط راهو منفصل شويه حنايا نحركو درتي الماء مازال درت الحليب نص لتر تاع الحليب ربع كيلات 3 كيلات ثلاثة اللي يحب يدير كاس كبير يدير كاس كبير برك يحترم الكيلات هاي لي ياك وي اكزاكتومون كاس الاول شوفوا هنايا كي نزيدوا الماء لي هذوك الشغل تكتلات هذوك راهم رايحين يتحلوا درت الدوزيام لو فور بريشوفي 180 دغري طيب لنا هي 40 دقيقه هي بارد شوفي كيش راهو هذا كان يقصد روحي خلينا نحرك باش نشوف القهوه باش نعاودها في الدار شتي كيفاش راهي حتى الزيتون راهي كامل هكذا دوكا راني واش رانا رايحين نديرو كي نشوفو هكذا كاين هي الطريقه التقليديه واش يديرو يحكمو كسكاس ويحطو السنيوه اللي حيديرو فيه يعني السنيوه ولا البلاطو اللي حيديرو فيه وفهداك الكسكاس يفرغو هاد لاباري ومعك هاد التحجريس هدايا اللي قعد ايه حكتي على التحجريس هيك شغل حجر تحجريس
هدايا بالفوي يقعدوا يحركوا فيه هكذا حتى يتحل، ولا يحبوا بالميكسور بلونجون. يعني حنا تطورنا ولحقنا الميكسور بلونجون، نميكسيوها ونديروها ديريكتومون في البلاطو. قلت لك تحجري استناي انايا ندير وانت تشوفي لي لو بلاطو. ان بلاطو يكون كاري. تحجريس كامل تحجري. جبتي هذه الكلمه تحجريس هكا اخترعتيها. وريني شوف هذا صغير. بس هذا صغير. ايه نجيب لك اكبر. ها مليح مليح. عجبك؟ نجيب لك باتت واحدة ما قبلاتوش عيني رانيا. وهنا يا مشاهدينا الكرام واش نديرو؟ نبداو نزيدو الفخوماج. جبت لك اكبر بلاطو قبلاتو عيني. قلت لك كاري. قلتي كاري. قلت لك مربع. نجيب لك مربع. خلي هذا مع حبيت كاري ما خلاص ندير فيه هذا. شتي حبيت ديري لي ماكيده. دوكا نبداو نزيدو الفرماج بيتي ا بيتي هكذا نزيدوه كامل ونزيدو الميكسيو. نزيدو الميكسيو ولا يزيدو لا كريم فريش. يعني عندهم هاد الزوج، يا يديروا الفرماج يزيدو لا كريم فريش. ليسونسيال ماتيير غراس. ماتيير غراس والله ما عرفتش. نخبي لك هذا صبا. اه خليها. دهنيه لي بالزيت. اوكي لازم ندهنوه. اه لازم باش ما تلصق لناش. ديري بيا اون بون كوش تاع الزيت هكذا. تحجريس بغيتي تختاري كلمات. زيدي زيدي زيدي. شوفي نديرو هنايا اون بون كوش هكذا تاع الزيت. لازم تكون اون كوش كبيرة. اه جيبي تشوفي هكذا ونمشيو كامل هذاك الزيت في كامل لي باغوا. معليش هكذا برك. شوفي هي دير لي بيتيز وانا نمسح مرة. خي انتي مصبحتي تهضري كبيرة وانا الكبيرة. كبير ربي سبحانك. و هكذاك صح. شوفوا كيفاش تحجريس. شوفوا هاد الفخوماج ما مادابش دوك يدوب وحده. هاي ليك شوفي هنايا باش السر كامليه تاع الكارانطيطه باش تقعد هكداك شيده روحها بصح مازالها. شوفي هي كاين بلوزيغ اسرار راني حنقولهم كامل اليوم. السر كاين واحد ما بين الاسرار واش ديري. شوفوا ديجا دو ان انا هنا نخلط. كاين ما بين سر من بين الاسرار تاع الكارانطيطه هما كي يبدا يدخل للحطيه بس عم نقولوا حوالي 10 دقائق الاولين يجيبوا ان فوي ويعاودوا يخلطوا داخل الفوغ يخلطوا هذيك الكارانطيطه تاعهم. تما ومعك زعما نقولوا شاك 10 مينوت يدخلوا ويحركوا. ومعك كي نشوفوها باللي خلاص ودخل فيها طياب خلاص يحبسوا ما يزيدوش يحركوا باش تجينا كامل هكذاك طريه. دونك رانيا هذه رانا رايحين نديروها طيب لمده 40 دقيقه. اوكي الفوق ساخن على 180 درجه وبيان سور دائما نقول لهم يشوفوا على حساب الفوق تاعهم كي تتحمر وشوفوها طابت. هذاك هو مالا مشاهدينا الكرام انا نديرها الطيب ونعاودوا نولوا واش جبنا كوم سكري. حليلي حليلي رانا عاودنا ولينا لكم مشاهدينا الكرام باش نجيبو لكم وشنو هي الحاجه اللي توالم مع الكارانطيطه. اه الكارانطيطه شوفي شويه حار وتزيدي لها حاجه تمسح القلب. اكزاكتومون الوغ باش الكارانطيطه تجوز لنا الله الله جبنا لها ان جو دو سيترون ولا نقولوا له شربات نقدروا نقولوا له واش نحبوا. دونك شوفي واش فكرك هذا هاد الكاس بالكيلة الفراغ كامل لي غوسيت تاع اليوم كيلة فراغ. عندنا كاس فراغ. دونك واش نحتاجو؟ انا كيلت بعد الكاس ستوندار هذا درت به هنايا 2 كيلات سكر. اوكي دارك. كاس سكر كاس سكر يقارب قاربو لتر ما. كل كاس سكر لتر ما يعني 2 كيسان سكر 2 لترات ما. اكزاكتومون. هنايا عندي
زاز دو سيترون هام اللي جبتهم زعما بالتبوت. عندي زوج حبات قرص فارغين و جو تاعهم تما هام اللي تشوفوا هنايا هذا ربعه يعني كات ترونش يعني زوج حبات قرص هذا هو جو تاعهم وهذا هو لو زاز تاعهم وهذا هو نسحقوهم اوكي دونك تو لي كادو حنسحقوهم دونك راني نشوف واش رانا رايحين نديرو نقسموا الخدمه على زوج نقسموا الخدمه على زوج انا واش راني حندير اعطي لي ميزان هاكي ميزان فضل باش نوزن لي ترى ما تاع الصح باش نكون سيغ اوكي هكذا انت توزني الماء اه ما من تي توزني الماء اوكي نعاونك نوزن الماء شوفوا اسكو هادي صح توزن لي ترى ولا لا لا حسنا شوفي سبحان الله هذه اللي ترى الاولى راح نزيد نعمر هاد نديرو هنا زوج ليترات زوج ليترات تاع الماء ومع السكر زوج لي زوج كيلات تاع السكر هامليك كيلتيهم ياك اي مكيلين زوج كيلات سكر مع زوج ليترات ماء هكذا يعطيك الصحه زيدوا حي عمري الماء و نزيد لهم السكر ونديروهم يغليو نشعلوا عليهم النار دوك جيت من تالا نقول لك طحت التالا هادي نديروها هنايا تالا هي البلاصه اللي نعملوا فيها الماء وهذايا ياك كملي وي وزنتي شنو وزن هاكي في هادي ديري لا لا ما كرهت وزني تعال نحكي لهم على التالا سي بون الميزان كملنا به وهذاك دوك نسحقوه ديري زوج كيسان تاع الماء منه اه اوكي ايه هكذا ميزان انا تفكرت تالا وراح لبعيد نجي نشعل لك هنايا هكذا تي كنتي صغيره كنا ندوك معنا دوكا واش عندنا رانيا واش عندنا ديري زوج كيسان تاع الماء هاكي زوج كيسان الماء او نفرغ لهم هاد لو زيست دو سيترون هنا يقدروا يستخدموا سيترون فيغ ولا سيترون جون هكذا يخلطوا شويه او سيبو الكاس هذاك ديري تصح فيه ولا خلاص الكاس لا لا خلاص شوفي دوكا واش عندنا درنا نعاودو نفكروهم زوج ليترات ماء مع زوج كيسان تاع السكر درنا هنايا زوج كيسان تاع الماء مع لو زيست تاع زوج حبات قارص هنا عندي جو تاع القارص دوك واش راني حندير حنايا نستناو هادو ما حتى يغلو اوكي ما نحركوهم ما والو ما نحركوهم ما والو ويغلو معناتها هذاك السكر يدوب غير يدوبلنا ديجا شوفي راهو بدا شوفي في لي باغوا تما نخليو هذا يغلي ومعاك نزيدو نخليو هذا يغلي كي يغلو بين زوج واش نديرو هذا يا راني نصفوه نصفيوه نخليو غير لو زاست وهذاك الماء هو اللي نسحقوه اه بل ما نخليوش ينشربوا جو ما نشربوش لو زاست تما باش نشربوا غير جو دوك تشوفي هذا يوم علي ولينا صفر بيان سور لو زاست مع لو زاست هذيك لا كولور كامل راهي رايحه تطلع دونك هكذا نخليوهم يغلو في هدايا شحال درجه تاع غليان الماء 100 دغري كي تعرفي طيب عندي هنايا الجو تاع القارص نفرغه هنايا انا ندي هادو لي باسكو علاش من بعد غير يغلي الماء والقارص نديرو ديريكتومون واش نديرو غير يغلي الماء شوفي ديجا ها راهو بدا يغلي غير يغلي الماء والسكر نجيو نحطوه هنايا مع القارص مع القارص ومن بعد هنا في هاد لا غوسيت يقدروا يضيفوا النعناع يقدروا يديروا اغوم دو فاني يقدروا بوغ انفورسي لو كو يديروا اغوم سيترون هنايا دوك تشوفي حيكون عندي شوفي ها ديجا الماء برك هنايا راهو بدا يغلي حيكون عندنا ان ايكيليبر دو كو ديجا السكر ما كاش بزاف زوج كيلات زوج كيلات زوج ليترات اه ماشي بزاف ماشي بزاف شوفي هي هذاك الكاس يرفد 220 غرام صام عندنا 440 غرام تاع السكر هذاك هو زوج بزوج ليترات تاع الماء هذا او سي ترو ها إيه. هذا هو سي وهنايا عندنا جو بور يعني تسمى هنايا يقدروا كيما الشربات تاع برا ولا دي فوا ما يديروش من بعد القارص يديروا اغوم سيترون خلاص مستحلى بالليمون مستحلى بالليمون كامل شوفي هنايا الماء راهو بدا يغلي وهذا الماء تاني والقارص كامل يا لو جو تاع القارص قلتي
شحال نديرو؟ جوج حبات قارص. قيس جوج حبات قارص. ولي عندهم كيما حنايا في الجنان عندنا جوج حبات قارص راه يقيس زوج، كيفاش نديرو؟ شفي هي قد ما ندير زوج جبنين. سي انا بوغ رانفورسي لو كو. دوك تشوفي كي نديرو السكر يعني هاد الشربات هاد لو سيغو كي نزيدو فوق هذايا يحيمد لنا سي دي كلاسيديتي تاع القارص راهي رايحه تروح. نحب لاسيديتي انا. مالا دو ماشي لك ما نشربش. ما تشربيش هاد الوصفه تناسب بزاف مع القرنطيطه. مع القرنطيطه شوفي رانيا هنايا راهو اوغلى الماء. نجيب لك صفايا. هنا يجيبي لي صفايا ونبداو نصفيو. هايك 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 هايلي ونا نصفو فوق القارص. نصفو فوق جو فوق جو ديريكتومون. شافي كي غلى لي تري بيان. هذا هو الحال غالي بدا يغلي. دوك شوفي كي شوفي هنايا انتيا تشوفي لا كولور جون لي طاح لون اصفر. مام لو زست ولا بيض؟ لو زست ولا بيض. شوفي سبحان الله اللي كان بيض ولا اصفر اللي كان اصفر ولا بيض. هكذا هادي خلاص. هي شوفي هنايا لو كان يقدروا يديروا البلو سيترون فيغ يجي ديجا لا كولور فيرت ومن بعد يزيدوا نديروا مزيج بين سيترون فيغ سيترون. اي يقدروا زعما لو زيست يديروه فيغ ولو جو دو سيترون يكون دو سيترون جون ولا سيترون فيغ. هنايا شوفي الاصفر والاخضر والازرق. علاش ديري لنا هكذا؟ علاش علاش باش تشوفوا اذا ولا لكم زرق ولا ما تبانيكيو ولي بينا كولادا. استني شوفي هنا مازال غير شويه تاع السكر ياك. الاصفر والاخضر الزرق ولا ايه الاخضر والاصفر زرق. الاخضر والزرق صفر قلت هكذا. لا لا لو كان نديرو الاخضر والاصفر دوكا رجعنا حصه التلوين يولي جي اسكا. الاخضر والاصفر ما نديرو اوكي بريفيرونس. علاه شوفي هكذا نخليوه يغلي. شوفي ديجا هنا السكر راهو بدا يذوب. الازرق والاصفر يولي اخضر. الاصفر والزرق يولي اخضر. الاصفر والاخضر مع الاصفر يولي اخضر مصفر. ايه هذوك شوفي كيشوفوا الدرجه تاع جيتي للديسان. ديسان عارفو تسمى غير ما نكلاه. شكون علمك؟ لا لا صح انتيا قلت لك كاميرا مقبله هضرت على القارص. ايه كي شفتك القارص تفكرت القارص تاع جدي الله يرحمه. الله يرحمه راه يبارك عنده كل حبه قارص كبيره كبيره ربي يرحمه ان شاء الله. والقارص تاعو قعد لنا دوكا ورانا نستعملو فيه. نشكر ثاني تاع مومي اللي راهم يتهلاو في هذوك الشجر. وي هما لو كان ماشي هما دوك الشجر يكونوا ماتوا. نوجه لهم تحيه من هذا النهار اليوم. الله يرحمه جدي واللي خلى لنا الارض اللي كان فيها القارص تاعو. ونشكرو عمومنا اللي خلاو اللي كملوا اللي كملوا في المسيره تاعو اللي مازالهم للدوكا يحافظوا على الجنة. تما حنايا ما نديروش زوج حبات قارص حنا نديرو حبه باسكو القارص تاعنا. حنا زوج حبات نديرو بهم عرس نقولوا نديرو طبله في رمضان. هنا نعاودو نديرو طبله نبيعو الشربات. شوفي هكذا او بدا يغلي راهو بدا يغلي شويه نزيدو نصبرو هنايا نشوف هذاك السكر اسكو داب ولا مازال. مازال شوفي باك هنا واحد الريحه تطلع. ايه شمي بصح لو كان القارص تاع سيدو لو كان يجي ريح خطر. كي ديري لا راني ندير والو راني نتفكر في جدي الله يرحمه نجيب له الرحمه كامل اللي يشوف فينا يترحموا عليه ان شاء الله. ان شاء الله شوفي هايلك هنايا راهو داب كامل هذاك السكر. سي بون نطفي عليه ونجي ندير هذا الماء والسكر هنايا. خلاص السكر راح كامل. السكر داب كامل جات سوا سوا. هاي لك هنايا هادي يجوا يشربوا عائله بالاحفاد. عائله باحفادها. عائله باحفادها. هاي لك شوفي في هاد ليطاب نزيد هاد القارص. اوكي هذايا نخليه بون بيان سور او مغسول بيا. اي كي يكون القارص تاع جدك ويكون عايش تشربوا انتيا والاحفاد.
هكذا نختصهم شويه. فهاد ليتاب يحبوا يزيدوا النعناع باش زعما يولي لك شغل موخيتو يقدروا يديروه. مشاهدينا الكرام حنايا الجو تاعنا هكذا راهو واجد، نخليوه يبرد تماما باش نقدروا نشربوه. نزيدوا نسناو الكارانطيطا تاعنا طيب ونتلاقاو في طاوله التقديم. رانا عاودنا لينا لكم مشاهدينا الكرام بعد ما طابت الكارانطيطا تاعنا والجو تاعنا راهو برد، درنا بتيت ديكوراسيون هكذا وجت لك كاس رانيا وراني عمرتك كارانطيطا باش تشوفي وزيدوا شوفوا مشاهدينا الكرام باللي شوفي الكارانطيطا كش راهي، يعني عندنا ديك لابارتي اللي من فوق اللي تجيك شغل كاينه لاكروت اما كاينه راهي وكاينه هذيك يعني ديك لاباز وهذيك لابارتي اللي تجي من فوق تاع الكارانطيطا. ما مجي يعطيك الصحه لا يسمك مازال ما دقتوش، عطيني تشوفي فرشيطه هاك هكا باش نشوف. حاد دوق لكم رانيا باش تشوف تعطينا رايها. بسم الله يعطيك الصحة كامل يوم. عجباتك بزاف هايله، من الفوق جايه طريه ومن الداخل خلاص ما عندي ما نقول، كيما ما فديريها ما فيها شويه راح تزيد الزيتون مي بزاف هايله. يعطيك الصحة رانيا وبصحتك. الله يسلمك. عمالا واش بقى نقول لهم مشاهدينا الكرام، نتمنى منكم تكونوا دونتوا كامل المقادير، تجربوا الوصفات تاعنا، تهلاو في روحكم والسلام.